وفي رد على مندوبة واشنطن، نيكي هالي اتهم مندوب دمشق في مجلس الأمن بشار الجعفري الولايات المتحدة بتحريض المسلحين على استخدام غاز الكلور. استمعت إلى زميلتي مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية توجه مجددا التهديد لبلادي أمامكم كلكم بأن بلادها ستتخذ إجراءات عسكرية ضد بلادي من خارج شرعية هذا المجلس إذا استخدمت المواد الكيماوية، تماما كما فعلت إدارتها في واشنطن عندما قصفت قاعدة الشعيرات الجوية في بلادي العام الماضي. إن هذه التصريحات غير المسؤولة والاستفزازية والتي تخالف أحكام الميثاق هي بمثابة تحريض مباشر للمجموعات الإرهابية كي تستخدم الأسلحة الكيميائية وكي تفبرك الأدلة مرة أخرى كما فعلت في المرات السابقة لاتهام الجيش السوري بها.